بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض كورس Database Systems. النهاردة هنتكلم على Transaction Processing Concepts. الأول خالص هنتكلم يعني إيه Transaction. Transaction عملية في ترجمتها، بس إيه Transaction؟ هنشوف إن هي Local Unit of Database Processing. دي الوحدة بتاعت Database Processing بتاعي. يعني لو عايز اقول انا عايز احول فلوس من حساب لحساب، that's one unit. unit معناها انها ما اقدرش اقسمها. عملية تحويل فلوس من حساب لحساب هي عملية سحب من حساب وايداع في حساب تاني، بس انا مش عايز اقول ان انا بسحب وبعمل عملية ايداع، ده انا عايز اقول انا بحول. يا يعني اما عملية التحويل تتم يا اما ما تتمش. ما ينفعش بعد ما اسحب الفلوس من الحساب تيجي تقول لي ان ان النور اتقطع فما تمش الايداع بس تم السحب. فهي العمليه يا اما كلها تتعمل يا اما ما تتعملش خالص. هنشوف يعني ايه ترانزاكشن وايه البروبرتيز بتاع ترانزاكشن سو اون. لما بنيجي نتكلم على ترانزاكشن بروسيسنج سيستمز، تمام، هي سيستمز بتعمل بروسيسنج الترانزاكشنز ديت with large databases. داتا كتيرة قوي، hundreds of concurrent users، ببقى محتاج فيها high availability، السيستم يبقى موجود online، مش كل ما اروح البنك الاقي البنك يقول لي system down، ولازم يبقى fast response time، ومفروض ان انا لما اطلب اعمل transaction معينة تخلص بسرعة. هلاحظ ان انا محتاج Transaction Processing System دايما لما أكون بتكلم على حاجة لها علاقة بفلوس. لو حاجة مهمة يعني بتحجز تذكرة قطر، بتحجز أوضة فندق، بتتعامل مع البنك بتاعك، بتحجز تذكرة طيران، بتعمل Registration للكورسز بتاعتك، لازم محتاج Transaction Processing System. لو أنت كل شغلك عبارة عن شوية لايكات بوستات وبتعمل لها لايك أو كومنتس، ما تفرقش يعني بالنسبة لك لو عندك لايك من اللايكس وقت، بدل ما يبقى عندك 5000 لايك بقى 4999، يعني ما حدش بيدفع فلوسهم يعني. ف database management systems عامة يا إما هو single user DBMS، فخلاص أنت يوزر واحد عندك كمبيوتر في البيت حاطط عليه database بتاعتك، حاطط الصور يمكن بتاعت العيلة، مفيش غيرك اللي بيتعامل مع الداتابيز ديت، فاكيد مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. اكيد بنتكلم عن مالتي يوزر دي بي ام اسز، عندنا ماني يوزرز كان اكسس ذا سيستم كونكرنتلي، زي ايرلاين ريزرفيشن سيستم بتحجز عن طريقه تذكره طيران. عشان نمهد للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، نتكلم على شويه كونسبتس كده هوت قديمه. يعني ايه مالتي بروجرامينج؟ مالتي بروجرامينج يبقى انا ممكن اوبريتنج سيستم يسمح لي يبقى عندي اكتر من بروسيس، اكتر من برنامج يكون شغالين ات ذا سيم تايم، اكزيكيوتس كوماند فروم وان بروسيس اند ذن سسبندز ذات بروسيس اند اكزيكيوتس كوماند فور انذر بروسيس. حتى لو الكمبيوتر بتاعي كان عباره عن وان بروسيس وان كور، بيديني الالوجن ان عندي اكتر من برنامج شغالين في نفس الوقت. هم مش في نفس الوقت، هو البروسيسور بيروح لاول برنامج ينفذ فيه شويه وبعد كده يروح للثاني وبعد كده يروح للثالث and so on. وبعد كده يرجع للبرنامج الاولاني يروح للتاني، يقعد يبدل بين البرامج، يدي كل برنامج 10 ملي سكند مثلا ويروح للبرنامج التاني، بحيث ان اليوزر يبقى حاسس وكان كل البرامج شغاله في نفس الوقت. ممكن يحصل لي interleaved processing، اللي هو برنامج شغال وبعد كده التاني وبعد كده التالت، يعني عندي ان هو برنامج process A شغاله وبعد كده B وبعد كده A تانيه وبعد كده B، دوت بسميه interleaved processing. A و B ممكن شغالين كده هوت على one process of one execution unit. بينما parallel processing أنا ببقى محتاج أكتر من execution unit موجودين عندي، أكتر من CPU أو أكتر من core زي C و D. البرنامجين دول شغالين at the same time from time 3 to time 4، هم شغالين at the same time، شغالين in parallel. سواء أنا عندي interleaved processing أو عندي parallel processing، أنا لازم أخلي بالي وأنا بعمل transaction processing ان انا ممكن حاجات تدخل في بعضها. لما اجي اتكلم على ترانزاكشن بقول it's an executing program،
It forms the logical unit of database processing. أنا عايز أسجل كورساتي. I want to drop. أنا عايز أطلع من كورس وأدخل في كورس تاني. عايز أغير السكشن بتاعي. عايز أغير المحاضرة بتاعتي. ما ينفعش بعد ما تشال من المحاضرة وأجي عايز أروح سكشن تاني تقول لي مفيش مكان في السكشن التاني، أقول لك خلاص رجعني زي ما كنت، تقول لي لا المكان اللي أنت اتسحبت منه حد تاني أخده. ما ينفعش. أنا ما قلتلكش شيلني من المادة وحطني فيها تاني، أنا قلت لك غير لي السكشن، أنا ما زلت جوه المادة. It's one unit of operation. يا إما الأوبريشن تتم يا إما ما تتمش. يبقى عندي begin and end transaction statements، أبقى عارف الباوندريز بتاع transactions، إيه الأوبريشنز اللي هتتعمل فيها. ممكن transaction تكون read only وقاعد تقرا بس، بينما احنا اكتر حاجه مهتمين بيها لما الناس تقرا مع بعض، ما حدش هيبقى زعلان، ما حدش هيبوظ شغل التاني. مشكله ان الناس تبوظ شغل بعضها لما يكون عندنا ريد رايت ترانزاكشنز. لما هنتكلم على الايتمز الموجوده جوه الداتابيز، هنشوف نقول الداتابيز will be represented as collection of named data items. هدي كل ايتم اسم. طب ايه الايتم دوت؟ الايتم ممكن يكون اي حاجه. السايز بتاع الايتم بنسميه جرانولاريتي. ممكن الايتم ده يكون ريكورد، ممكن الايتم ده يكون تيبل، ممكن يكون ديسك بلوك، ممكن يكون اتريبيوت فاليو اوف ريكورد. اي واحد من دول هو ايتم. ترانزاكشن بروسيسنج كونسبتس اللي هنتكلم عليها النهارده ار اندبندنت اوف ايتم جرانولاريتي. لما اتكلم وكنت بتكلم على ريكوردز، الكونسبت ديت هي كاني بتكلم على التيبل، كاني بتكلم على ديسك بلوك، كاني بتكلم على اتريبيوت واحد معين في ريكورد. ذاتس ان ايتم. الاوبريشنز اللي موجوده عندي يا اما اي ونت تو ريد ان ايتم اور تو رايت ان ايتم. تو ريد ان ايتم يبقى انا عندي ايتم في الداتابيس اسمه اكس، عايز اقراه من الداتابيس سيرفر واجيبه عندي في الميموري بتاعت البروجرام بحيث ان انا هشتغل عليه. write an item x معناها ان انا عندي value في البرنامج بتاعي في الميموري بتاعت الماشين بتاعتي، والفاليو دي عايزها تتكتب جوه الداتابيز في المكان اللي هو اسمه x. المكان ده زي ما اتفقنا it's an item، ممكن يكون record، ممكن يكون disk page، ممكن يكون attribute value whatever. لما يقول I want to read ده معناه انا عايز اروح ادور اكس دوت موجود فين، وهكوبي اكس دوت اخليه في الميموري. لو انا عايز رايت يبقى انا كده هو انا عايز برضو اعرف وير I'm writing to which this block and I will copy من الميموري buffer دوت and I will store into the disk block. هيبقى عندي كل ترانزاكشن read set and write set. read set هي what are the items that to be read، write set ايه الحاجات اللي هتتكتب. يعني انا عندي two transactions هنا، هو T1 and T2. T1 بيحول فلوس من X ل Y، عايز يشوف الرصيد بتاع X يا ترى بكام. he will read it from the database، يجيبه عنده في الميموري. لو موجود عنده في الميموري هيطرح منه N القيمة اللي عايز يحولها، اتكتبت عنده في الميموري بتاعته، وبعد كده عايز يكتب الكلام دوت على الداتابيز. هيستخدم رايت ايتم اكس عشان ياخدها من الميموري ويكتبها جوه الداتابيز. بعد كده عايز يتم العمليه بانه هيقرا واي عشان يعرف الرصيد بتاع واي بكام، هيزود عليه القيمه اللي اتسحبت في الميموري، وبعد كده هيروح يكتبها. كل الاوبريشنز ديت 1 ترانزاكشن. قمت بعمليتين ريدنج، قمت بعمليتين رايتنج، ذاتس 1 ترانزاكشن. ترانزاكشن اثنين وكانه بيحاول يعمل ايداع حساب اكس. يبقى واحد بيحاول يسحب فلوس من اكس يحطها في واي، والثاني بيحاول يزود على اكس فلوس. هيقرا اكس، هيزود عليها في الميموري قيمه، وبعد كده هيكتب القيمه ديت في الداتابيز. ان هو عندنا ريد سيت، ايه الحاجات اللي اتقرت؟ هنا قرينا اكس، قرينا واي، هنا قرينا اكس بس. الرايت سيت ترانزاكشن واحد الحاجات اللي كتبها كتب اكس وكتب واي، بينما تي 2 يا دوبك كتبت اكس بس. فكل ترانزاكشن هنحدد ايه الريد سيت والرايت سيت بتاعتها. دي بي ام اس عارفين ان احنا شغالين عندنا بافرز، عندنا بافر فول، بناخد بافرز بنكتب في الداتا بيز. عايز اقرا حاجه من الداتا بيز بجيبها من على الديسك احطها في الميموري وبتعامل
في الميموري، انا بتكلم الميموري بتاعت السيرفر مش الميموري بتاعت الابلكيشن. الداتا بيس سيرفر نفسه هو شغال على الداتا بيس كاش. When buffers are occupied بخلي بالي ان ممكن احتاج ان انا افضي البافرز ديت. انا عندي مكان في البافر هكتب فيه، عندي محتاج اجيب حاجه ثانيه مع الداتا بيس هدور لي على بافر فاضي واكتب فيه. طب البافرز كلها اتملت، ففي الحاله دي انا محتاج بافر عشان اتعامل مع الميموري السيرفر. ففي الحاله دي هضطر ان انا افضي جزء من البافر، بقول I want to do a buffer replacement. احتاج يبقى عندي بوليسي معينه عشان تقول لي ايه to choose which buffer to be replaced، which buffer هتفضيه من الداتابيز سيرفر ميموري عشان اجيب داتابيز ايتمز ثانيه احطها. في عندنا امثله كثيره من ضمنها ليست ريسنتلي يوزد. محتاجين يبقى عندي حاجه اسمها concurrency control. Transactions that are submitted by various users غالبا هتشتغل concurrent، يعني هتشتغل في نفس الوقت. They will access and update the same database items. زي two transactions، واحد يحول فلوس من حساب لحساب والتاني عايز يعمل ايداع، هما الاثنين they will access item X. يا اما عايزين يكتبوا يا اما عايزين يقروا في نفس الوقت. There should be some form of concurrency control. محتاجينها. لو مفيش concurrency control هيبقى عندي مشاكل. لو ما عنديش تحكم في عمليه التزامن الكونكرنسي اللي موجوده ديت هيبقى عندي مشاكل. من ضمن المشاكل اللي موجوده عندي هي مشكله بسميها ذا لاست ابديت بروبلم. لاست ابديت، ابديت وضاع مني. It occurs when two transactions they access the same database items they have operations that are interleaved. بيديني في الاخر خالص incorrect values that are of some database items. تعالوا نتفرج على مثال تحويل فلوس من حساب لحساب وايداع الشيك. بيحصل interleaving للاوبريشنز. على حسب البروسيسور هيبقى موجود مع اي ترانزاكشن فيهم. سواء عندي interleaved او parallel processing ممكن يحصل. ترانزاكشن واحد قريت اكس جابتها عندها في الميموري، ترانزاكشن اثنين قريت اكس جابتها عندها برضه في الميموري نفس الفاليو، هي قالت الحاجة اللي موجودة في الكاش أو موجودة على ديسك. إكس اتغيرت واتكتبت على الديسك وبعد كده هيقرا واي وغير فيها، بس المشكلة إن تي 2 راحت وكتبت الفاليو بتاعت إكس هنا اهوت. يا ترى إكس هنا بكام؟ إكس هنا اتكتبت القيمة بعد ما اتسحب منها الفلوس. هنا إكس اتكتبت كام؟ إكس اتكتبت بالقيمة الأولانية بعد ما تم الاضافه. يعني حصل ايداع بس ما حصلش السحب. السحب اللي حصل حصل اوفر رايتنج عليه، it got overwritten. This update is lost. الابديت ده ضاع مني، ما بقاش موجود. ليه حصل كده؟ عشان ما عنديش كنترول على الكونكرنسي، سبتهم يشتغلوا زي ما هم عايزين. عندي بروبلم تاني برضه ممكن يحصل لو ما عنديش كونكرنسي كنترول، بسميه ذا temporary update problem. نفس الاثنين ترانزاكشن، عمليه الايداع والتحويل، ترانزاكشن واحد قرت اكس نقصت فلوس وبعد كده كتبت اكس بعد ما اتغيرت، ترانزاكشن اثنين لما كانت تقرا اكس قرت القيمه اللي اتكتبت وبعد كده هو عملت الايداع وكانت تكتب الاكس، يبقى كده اكس المفروض حصل سحب منها والراجل دوت راح عمل الايداع لسه ما اتسحبش، اتقرت قيمة واي بس لسه ما اتكتبتش. حصلت مشكلة في ترانزاكشن واحد. أي مشكلة، ممكن النور يكون اتقطع، ممكن اليوزر يكون داس كانسل وأنت واقف على الاي تي ام دوست كانسل في نص العملية، فالمفروض ترانزاكشن واحد هتتلغى بس بسبب إن ترانزاكشن واحد اتلغت ترانزاكشن اثنين دلوقتي المفروض إن هي غيرت كتبت قيمة بناء على القيمه المكتوبه بتاع ترانزاكشن واحد اللي هي تم الغائها، وبالتالي الفاليو بتاع اكس في الاخر خالص هنا غلط. المشكله حصلت ان تي 2 قرت temporary update اكس الابديت بتاعه الكتابه ديت اتس نوت فاينل، ده حصل كانسل في النص وهتتلغى. تي 2 ما كانش المفروض انها تقرا temporary update، it has read
a temporary incorrect value of x. x قيمة اللي بتقارن هو ما هيش قيمة حقيقية. لو t1 ما كانتش موجودة أصلاً في الدنيا t2 كانت مفروض تقرأ حاجة تانية. عندي problem تالتة اسمها incorrect summary problem. incorrect summary problem أنا عندي two transactions. transaction واحد اللي بيحاول يحول فلوس من x ل-y. transaction تلاتة البنك بيحاول يعرف الرصيد اللي موجود عنده مجموع الأرصدة كلها كام. ما بيحاولش يغير في الفلوس، هو بيقرأ بس. هيقرأ عنده sum بيساوي zero في الأول، بيقرأ حساب نمرة A ويزوده على sum، هيقرأ B ويزوده على sum، هيقرأ C ويزوده على sum، هيقرأ X ويزوده على sum، هيقرأ Y ويزوده على sum. فالمفروض sum في الآخر خالص كل اللي فيه مجموع الأرصدة كلها. transaction واحد بيحول من X ل-Y و X و Y هما الاثنين جوه البنك. يعني المفروض فعليا مفيش فلوس خرجت من البنك. الفلوس اتشالت من X وتحطت في Y. فالمفروض لو T1 مش موجودة السم بتاع T3 لو طلع رقم معين ما يفرقش. مش المفروض ان هو يتغير بسبب وجود transaction واحد معاه. بينما لو حصل interleaving في البروسيسنج كده هوت من غير ما يحصل concurrency control، من غير ما يكون في اي control for concurrent processing of transactions، x اتقلت وتغيرت هنا هوت، بس قبل ما يتم الايداع يعني x ناقصت، قبل ما يتم الايداع x اتقلت هنا هوت، قرا برضه temporary بس ما هوش temporary it's final، هيبقى لان transaction واحد هتتم، بس اتقرت X وبعد كده اتقرت Y وتزودت قبل ما Y يتم فيها البلاس زيت قبل ما Y تزيد. وبالتالي في الآخر خالص هنلاقي إن السام اللي حصل هيكون المفروض المجموع الحقيقي minus N، يعني السام هيبقى محسوب غلط. I'm getting an incorrect summary. ليه؟ عشان the concurrent execution is uncontrolled. عندي problem تاني اسمه repeatable read problem. transaction معينة has read the same item twice. أنا دلوقتي بدأت أشوف إيه المواد اللي أنا مسجل فيها، عايز أغير المواد، داخل أسجل على المواد، فببص أشوف في عندي كم مكان فاضي في الفصل، وقعدت أشتغل وزودت لي مادة، وجاي أزود مادة تانية، ببص على أنا عندي كم مكان فاضي في نفس المادة، المفروض الايتم اللي اقراه من الداتابيز اكتر من مرة يجي لي نفس الفاليو. فاليو از تشينج، لو جالي فاليو ذات جوت تشينج باي انذر ترانزاكشن بتوين ذا تو ريدز مش المفروض ان انا احس بيها. مش المفروض ذات اي ريسيف ديفرنت فاليوز فور ذا تو ريدز اوف ذا سيم ايتم. اقول لك في عندي كام مكان فاضي في الفصل؟ قلت لي 30. لو جيت بعديها سأل نفس الترانزاكشن سألتك أنا عندي كام مكان فاضي، المفروض تفضل 30، مش المفروض إن حد تاني يأثر عليا. المفروض كأن الترانزاكشن كده محمية بتحميني من أي تغيير حد تاني يقوم به. مش بس محتاج concurrency control، يعني الفيديو الجاي المحاضرة الجاية هنتكلم إزاي نعمل concurrency control. المحاضرة اللي بعديها هنحتاج نعرف إن إحنا عندنا ريكفري تكنيكس. ايه ريكفري ديت؟ ليه محتاج ريكفري؟ ترانزاكشنز بقول ذات اي هاف كوميتد ترانزاكشنز. ترانزاكشنز ذات ار كوميتد يعني ترانزاكشن بدات خلصت شغلها بنجاح، وبالتالي اتس افكت شود بي ريكوردد بيرمننتلي ان ذا داتابيز. قلت لك حول لي فلوس من حساب لحساب وانت قلت لي لقد تمت العمليه بنجاح، خلاص مش المفروض لما اروح البيت تجي لي رساله تقول لي العمليه بتاعتك باظت او ما حصلتش او حصل مشكله؟ ازاي ده انت قلت لي خلاص انها تمت، انت قلت لي it has committed. once a transaction got committed المفروض its effect to be permanent to be durable في database. عندي نوع تاني من transaction ممكن يحصل لها abortion او aborted transaction. the user does cancel. الترانزاكشن فيلد فور اني ريزون، المفروض
aborted transactions ما تأثرش على الداتابيز بتاعتي في أي حاجة. مش المفروض إنها تأثر على الداتابيز values. اليوزر قال أنا عايز أحول فلوسه أثناء التحويل أو عايز أسحب أثناء السحب أو أثناء أي عملية that's canceled. خلاص وكأن العملية ما تمتش أصلا. It shouldn't affect the database at all. ولكن للأسف الدنيا ما هياش يوتوبيا. بيحصل عندي failures. بيحصل transaction failures. أنواع مختلفة من failures بتتم ومحتاج I should recover من failures ديت. محتاج أن أتعافى من failures اللي بيحصل. ممكن يحصل لي computer failure. يحصل system crash مثلا. Hardware failure, software failure. كنت بتحاول تقرأ حاجة من network ويحصل network failure مثلا. ممكن يحصل main memory failure. بروسيسور بيحاول يقرأ من memory وحصل memory failure. الparity كانت غلط. ممكن يحصل لي transaction failure أو system transaction error أو system error. بعض الoperations في الترانزاكشن ممكن تخليها أنها تفيل. أثناء الترانزاكشن عملت انجر overflow. عملت division by zero. وبالتالي ترانزاكشن مش هتكمل شغل. ممكن يحصل some local error أو exceptions that are detected by the transactions. يعني مثلا كنت عايز تسحب فلوس من الحساب وما لقيتش رصيد. وبالتالي ترانزاكشن لما ما لقاش رصيد هي programmed جواها ان هي هتتلغى. هيحصل ترانزاكشن فيلير ومش هيرضى يكمل الشغل فيها. ممكن يكون عندي concurrency control enforcement. يعني نتيجة لما نيجي نتكلم عن ازاي هنعمل concurrency control اقول لك بص ده الفيديو اللي جاي من ضمن الحلول هقول لك الترانزاكشن دي هنموتها هنلغيها. This transaction will fail. فده سبب من اسباب transaction failures. ممكن يحصل disk failure. كل processor عايز يقرا من الديسك. مشكلة مش مع البروسيسور، المشكلة مع الديسك نفسه. الداتا نفسها ضاعت. ممكن يحصل physical problems او catastrophes. ممكن يحصل زلزال، ممكن يحصل حريقة، ممكن حد جه سرق الكمبيوتر. Air conditioning حصل له failure. حد كتب فوق الداتا بوظها، حصل اي catastrophic failures. دوت سبب للترانزاكشن فيلير. وبالتالي محتاجين ان احنا نريكفر. ريكفري از نيدد. لازم هيحصل فيلير في وقت من الاوقات. طب عشان يحصل فيلير ذا سيستم ماست كيب سفيشنت انفورميشن تو ريكفر كويكلي فروم ذا فيلير. يعني انت قلت انا عايز احول فلوس من حساب لحساب وفي نص التحويل اتلغت، يبقى لازم اخد بالي يا ترى هي كانت قيمه كام قبل ما احول، قبل ما ابدا خالص اغير بحيث ارجع لها. فانا لازم the system should keep sufficient information to recover quickly from the failure. كلمه quickly ده المفروض ان هو يكون اكيد عندي بعض الفيليرز مش هيكون quick recovery، هيتم لو حصل disk failure فانا محتاج اشوف الباك اب اللي موجوده عندي عشان اجيبها مكان الديسك اللي باظ، او لو حصل زلزال ولا حريقه ولا الكمبيوتر اتسرق ولا حصل اي حاجه. تمام. فبعض الفيليرز ممكن يبقى عندها لونج ريكفري تايم، ولكن الفيليرز العاديه حصل مشكله سيستم كراش، حصل لوكال ترانزاكشن ايرور، حصل اي حاجه زي كده اهوت. تمام. اليوزر ده كانسل، المفروض يحصل ريكفري بسرعه. احنا بنتكلم على الترانزاكشن اند سيستم كونسبتس. هناخد بالنا ان كل ترانزاكشن لازم اخد بالي من الباوندريز بتاعتها. لازم اعرف الترانزاكشن فين بدايتها، where it starts where it terminates. هل تمت بنجاح ولا فيلير؟ هل هيحصل كوميت للترانزاكشن؟ كلمه كوميت يبقى الترانزاكشن انتهت وحط بنجاح، ولا حصل فيلير it will abort. اعرف where is the begin transaction. الاوبريشن اللي بتعملها is it a read operation is it a write operation where is the end of the transaction. هل هتتم كوميت للترانزاكشن وتقول خلاص الترانزاكشن هتنتهي بنجاح، ولا هتعمل رول باك؟ رول باك عايز ارجع كده هوت للخلف واعيد ادراجي لما كنت عليه قبل الفيلير دوت، قبل الترانزاكشن ما تبدا اصلا. I want to abort. الاقي ان اللايف سايكل بتاع الترانزاكشن من اول ما تبدا خالص كده هوت I begin the transaction. واس جوه الترانزاكشن the transaction is active. I read from the database, I write to the database. أعمل read, write, read, write. أقعد أقرأ في الداتابيز زي ما أنا عايز.
لو حصل ابورشن للداتابيز وعايزين نلغي ابورشن للترانزاكشن خلاص I will go to a failed state. أقول خلاص الترانزاكشن انتهت بفشل وتنتهي الترانزاكشن و go to a terminated state later on. بينما لو وصلت لنهاية الترانزاكشن end transaction فانت خلاص انت بتقول عايز تقول ان انت بتخلص الترانزاكشن دوت وهتروح لستيت بنسميها partially committed state. partially committed state دي state السيرفر ممكن يقوم بشوية processing كده يشوف هل فعلا العملية هتتم بنجاح ولا في عندي اي مشكلة من المشاكل. انا ممكن اسيب الناس تشتغل وفي الاخر خالص ابص حصل مشكلة ولا لا. فممكن يتم ان هو السيرفر يقرر لا ده عندي مشاكل في الكونكرنسي مثلا I will abort the transaction ويروح failed state ويترمينيت في الاخر. او السيرفر يقول لك لقد تمت العملية بنجاح يقول لك commit يروح لcommitted state transaction is terminated يقول لك انا خلصت العملية بنجاح and it's final خلاص value it will persist على الداتابيز عمليتك تمت بنجاح. محتاج يكون عندي سيستم لوج بنسميه لوج او بنسميه جورنال. جورنال جورنال بالفرنسي معناها جريده. ايه الجريده ديت؟ الجريده ده جورنال اللي بيجي لك كل يوم بتزود عليه حاجه بيزيد على عدد امبارح عدد جديد النهارده في الجورنال يقول لك ايه الاخبار بتاعت اليوم ايه اللي تم النهارده هيتكتب في الجورنال. بكرة هيزود على الجورنال يزود الأخبار بتاعت اليوم اللي بعديه كل يوم بيزود. It's append only. It's append only file. It's sequential file بيزود عليه في الآخر. This system log أو journal it keeps track of the operations. بيقول إيه الأوبريشنز اللي حصلت في الترانزاكشن. It shouldn't be affected by failure. لازم اخلي بالي ان اللوج دوت هو اللي انا هستخدمه علشان اتعافى من الفيلير اللي حصل. يعني لو يوزر داس كانسل في الداتابيز لو حصل هاردوير فيلير لازم اخلي بالي ان اللوج دوت سليم. ده الصندوق الاسود بتاعي اكيد لازم اخلي بالي اكسبت لو حصل ديسك فيلير الديسك اللي انا بكتب عليه اللوج نفسه الديسك ده باص او كاتاستروفيك فيلير لازم يكون عندي طريقه تانية وليكن ان انا اخد باك اب منه شايل نسخه تانية في حته ما. اللوج دوت هو مكان على الديسك بس انا ان جنرال كان جوه الكمبيوتر ما بحبش ان انا اكتب على طول على الديسك بحب اكتب على الميموري عشان الديسك الاوبريشنز بتاعته احنا عارفين باخد لي ميلي سكندز عشان تو تاتش ذا ديسك بحب اكتب في الميموري فاي رايت باخد لي بافر بسميه log buffer بكتب على البافر دوت اقول ايه operations it's append only بعد ازود على البافر ازود على البافر لما البافر دوت يتملى البافر دوت باخده من مين memory and it's appended to the end of the log file on disk اكتبه على disk في الاخر I append it to the log file واجيب buffer تاني فاضي واقعد ازود فيه ازود فيه لغاية اما يتملى واروح اعمل له appending على الديسك. لوك فايل دوت المفروض it should be backed up periodically عشان لو حصل لي ديسك فيلير مثلا لازم اخده اخليه معايا بيحصل له باك اب سواء بقى على الكمبيوتر تاني على النتورك اسجله باي طريقه بيحصل لي اندو اند ريدو اوبريشنز بقدر احصل عليهم بيزد على اللوج بسبب ان اللوج موجود والهيستوري موجوده It's possible ان انا I can undo operations. قلت لي انا عايز احول فلوس من حساب لحساب وعملت السحب ولسه ما قبل ما اعمل ايداع دوست كانسل عايز ارجع في كلامي ازاي ارجع محتاج ان انا اتذكر operations عشان ارجع لها انا متذكرها في اللوج مكتوبه في اللوج I will be able to undo it. قلت لي انا عايز اعمل عمليه ايداع وبدات قلت لك اوكي okay. لقد تمت العملية بنجاح عملية تحويل أو إيداع أنا قلت لك إنها تمت بس أنا ككمبيوتر سيستم أنا بكتب في الباخرس إحنا عارفين إن operations are done عند باكر بول بكتب في الباخرس هل الداتا كتبتها في الداتابيز
احتمال لا، احتمال مكتوبه في الميموري وحصل كراش للسيستم. اقول لك بس انا مش ما عنديش مشكله، اي ويل بي ايبل تو ريدو ذا اوبريشن. ليه؟ اصل انا كتبتها في اللوج. الحقيقه هو انا مش هقول لك قد تمت العمليه بنجاح الا لو انا كتبتها في اللوج. قبل ما اقول لك انها تمت لازم تتكتب في اللوج تو بي ايبل تو ريدو ات. ذا كوميت بوينت اوف ترانزاكشن، لما توصل خلاص انت خلصت الشغل بتاعك وعايز تقول لقد تمت العمليه بنجاح، اوكرز وين اول اوبريشنز ذات اكسس ذا داتا بيس هاف كومبليتد سكسسفلي and the effect of the operations has been recorded in the log. كتبت كده جوه اللوج الاوبريشنز كلها. لما تكتب الاوبريشنز في اللوج حتى لو ما عملتهاش في على الديسك في الداتا بيس بس كتبتها في اللوج، تقدر توصل وقتها تقول I want the transaction can commit دلوقتي. عايز تقول يلا بينا عايز اكوميت فعلا، لازم اكتب جوه اللوج الكوميت ريكورد. في اللوج كده مكتوب انا زودت اكس ونقصت، انا كتبت اكس وقريت اكس وكتبتها تاني بالفاليو الجديده اند سو اون. هتروح كاتب في اللوج كوميت بحيث if system failure occurs تقدر تسيرش ترانزاكشن في اللوج، تدور كده جوه اللوج يا ترى ايه الترانزاكشن اللي لها ستارت وما لهاش كوميت، تبقى عارف ان الترانزاكشن دي ما تمتش ما خلصتش. لازم قبل ما تقول لقد تمت العمليه بنجاح you should force write the log buffer to disk. انت بتكتب اللوج في البافر لما اللوج دوت يتملى البافر ده يتملى هتكتبه في الديسك. ايوه بس انا هكتبه برضه في الديسك فورس رايتنج حتى لو ما اتملاش لو انا عايز اقول كوميت. وبالتالي لو انا وصلت للكوميت بوينت ده معناه that I have written the log buffer to disk. لو انا قلت ان انا خلاص لقد تمت العمليه بنجاح يبقى الديسك عليه الكوميت ريكورد اتكتب. لو حصل فيلير حتى لو ما كتبتش الداتا على الداتا بيز اللوج اتكتب على الديسك. السيرفر يصحى تاني ويعمل ريكفري من الفيلير، هيبص على اللوج زي ما هنشوف المحاضره اللي بعد الجايه في ريكفري تكنيكس، هيبص على اللوج هيعرف الاوبريشنز اللي تمت. الاوبريشنز ديت المفروض كانت تتكتب على الديسك ما اتكتبتش، بس انا قلت اليوزر هاف كوميتد فبالتالي اي شود ريدو ذيس اوبريشنز. طب ايه الترانزاكشنز دي؟ الترانزاكشنز اقول لك ذاتس ذا يونت اوف اوبريشن، ليها بروبرتيز بسميها اسيد بروبرتيز. اسيد بروبرتيز الاسيد ده اكرونيم، الاي ستاندز فور اتوميسيتي، السي فور كونسيستنسي كونسيستنسي بريزرفيشن، الاي فور ايزوليشن، والدي فور durability او permanence. يبقى الاسيد بروبرتيز اتوميسيتي كونسيستنسي ايزوليشن اند durability. ولازم تبقى فاكرها، ما ينفعش تنسى الاسيد بروبرتيز. اسيد اتوميسيتي كونسيستنسي ايزوليشن اند durability. اتوميسيتي يعني اما transaction to be performed in its entirety or not at all. يا اما عمليه التحويل كانت تمت يا اما ما تمتش. ما تقوليش انا عملت سحب بس لسه ما عملتش شيلاع والنور اتقطع في النص. يا تمت يا ما تمتش، كلها على بعضها اتوميك اتوميسيتي. السي ستاند فور كونسيستنسي، لازم الترانزاكشن تو بريزيرف ذا كونسيستنسي. ذا ترانزاكشن تيكس ذا داتا بيز فروم ا كونسيستنت ستيت تو انذر كونسيستنت ستيت. ترانزاكشن داخل على الداتا بيز، الداتابيز الداتا اللي فيها it has integrity، الداتابيز بتاعتها سليمة بتحقق كل ال integrity constraints اللي عندي. ما ينفعش الداتابيز تتغير عن طريق transaction وتبقى الداتا ما بتحققش integrity constraints. لازم ال transaction should leave the database in an integrity preservation state، consistency preservation. سيستم ستيت يعني كل الانتجريتي كونسيستنس بتاعتي محافظ عليها. يبقى اتوميسيتي كونسيستنسي، الاي ستاندز فور ايزوليشن. ايزوليشن يعني كل ترانزاكشن از ايزوليتد فروم ذا اذر ترانزاكشن.
ما حدش له دعوه بالتاني. They do not interfere with each other. D stands for durability. Durability, that means that once the transaction commits, its change must persist in the database. Its change must be durable in the database. ما ينفعش بعد ما تقول لي قد تمت العملية بنجاح ترجع في كلامك، ترجع تقول لي من أي سبب من الأسباب الداتا بتاعتك ضاعت. ما ينفعش. زي بالظبط ما ينفعش تروح البنك يقول لك الحقيقه الداتا الديسك اللي كان مسجل الداتا بتاعتك الهيد بتاعه اتكسر فانت حسابك البيانات بتاعته راحت. ما ينفعش. لازم يبقى عندك ريكفري تكنيكس من الفيليرز. نفس الحكايه هنا، ما ينفعش بعد ما تقول لي اللي تمت العمليه بنجاح تقول لي الداتا ما هياش بيرمننت. اتس بيرمننت بروبرتي ستاتي اسيد. Properties, atomicity, consistency, isolation, and durability. تقعد تعيدهم كده اهوت. ايام ما كان في محاضرات في الكليه كنت اقعد اخلي الطلبه تقعد تعيدهم وبجيبهم في الامتحان لازم اقول لك اساس properties يعني ايه؟ atomicity, consistency, isolation, and durability. atomicity transaction performed in its entirety or not. Consistency preservation, C. The database, the transaction takes the database from a consistent state to another consistent state. Isolation. Transactions do not interfere with each other. Durability, once a transaction commits, its change must persist in the database. Its changes are durable or permanent in the database. هيبقى عندنا مجموعة مختلفة من isolation. لما اجي اقول لك يعني ايه isolated they do not interfere with each other، اقول لك I have levels of isolations وانت اللي هتختار انت عايزهم يكونوا how isolated they are. ممكن تقول لي بص انا مش فارقة معايا level zero isolation doesn't overwrite the dirty reads of higher level transactions. يعني لو لقيت dirty read يعني ايه dirty read؟ dirty read يعني واحد عمل عملية read operation والحاجة دي كانت اتغيرت عما كانت جوه الديسك عما كانت في الداتابيز. يعني حد قرا من على الداتابيز راح مغير حاجة في الميموري كده اهوت بس ما كتبتش على الديسك تاني. هل ينفع انت تيجي تروح مغير عليها؟ تقدر تكتب على الديسك؟ ولا المفروض الحاجة اللي اتغيرت في الميموري هي اللي تروح الأول؟ هل هتبوظوا شغل بعض؟ ليفل 1 isolation ما يحملش lost updates. تقول لي لا ده انا عايز مور isolation I don't want dirty reads. اجي اقرا حاجه that's dirty ما تديهاليش اصلا. انا عايز قيم نظيفه متسجله. قيم نظيفه متسجله يعني موجوده by transaction. transaction تمت فالقيمه دي قيمه نهائيه. ليفل 3 that's true isolation it has repeatable read. يعني اجي اقرا حاجه كذا مرة ولاقيها زي ما هي. ليفل 4 بنسميها سناب شوت ايزوليشن. لما نيجي بعد كده اهوت هنتكلم على سكادجولز. بنقول سكادجول اتس هيستوري. تقول لي ايه السكادجول ديت؟ اقول لك الحقيقة السكادجول هي من وجهة نظر الداتابيز ايه الاوبريشنز اللي بتتم. That's the history. That's the order of execution of operations from all transactions. يعني انا عندي عدد مئات الترانزاكشنز الاف الترانزاكشنز شغاله في نفس الوقت، كل واحده ليها مجموعه اوبريشنز. انا بنفذهم بانهي ترتيب؟ يعني باخد الاوبريشن الاولانيه من ترانزاكشن واحد وبعد كده الاوبريشن الثانيه من ترانزاكشن اثنين، ولا بدات ترانزاكشن اثنين وخلصتها وبعد كده ترانزاكشن واحد. Operations from different transactions can be interleaved in the schedule. The schedule ده من وجهة نظر server. Total ordering of operations in a schedule معناها ان الschedule تبص على الoperations تقدر تقول الoperation الفلانية بتيجي قبل ولا بعد الoperation الثانية. عندك total linear order.
for any two operations in the schedule لازم واحدة جاية قبل الثانية. يعني لو حطيتهم ورا بعض بالتايم يقفوا في خط مستقيم كده واحدة ورا الثانية، ما يعملوا لكش داج مثلا directed acyclic graph، لا يعملوا ليست كل ترانزاكشن مين جا بعتيها مين جا بعتيها مين جا بعتيها، يعملوا لك ليست كده اهو. هنعمل كاركترايزيشن للسكادولز، يعني نبدا نميزهم عن بعض عشان نفهم من خواص السكادولز دي هنقدر نشوف هل نقدر نعمل ريكفري ولا لا. فلما نيجي نتكلم على السكادول هنتكلم على الاوبريشنز في السكادول، هنقول الاوبريشنز دول زي ما بي كونفليكتنج، they may be conflicting. طب يعني ايه conflicting operations؟ اقول لك conflicting operations two operations are conflicting in a schedule، معناها ان the operations دول they belong to different transactions they operate on the same item and at least one of them is a right operation. يبقى two conflicting operations in a schedule معناها these operations they belong to different transactions، اثنين ترانزاكشنز بيحاولوا يعملوا اكسسنج لنفس الايتم، they access the same item، يعني انت اوبريشن دي مع ترانزاكشن واحد اوبريشن دي مع ترانزاكشن اثنين، هما الاثنين اوبريشنز on the same item and at least one of them is a right operation. طيب هي فرق ليه سميتهم conflicting operations؟ لان if I change their order I'm getting different outcome. If I change the order جوه schedule of these two operations هيجي لي outcome مختلف. فانا عندي read write conflict، عندي two transactions they want to operate the same item، واحدة عايزة تقراه والتانية عايزة تكتبه. على حسب الترتيب ال outcome هيتم. يعني لو انت قريت قبل ما تكتب يبقى انت قريت القيمة الأولانية، القيمة القديمة. بينما لو انت كتبت وبعد كده انت قريت فانت القيمه اللي هتقراها هي القيمه اللي اتكتبت جديد، فانت كده اهوت يا ترى انا ايه القيمه اللي هقراها يعتمد انت كتبت قبل القرايه ولا بعديها، هل هتقرا القيمه القديمه ولا القيمه الجديده. فالاوتكم اوف ذا ريد اوبريشن هيختلف بناء على مين فيهم اللي تم الاول. كده كده في الحالتين اللي هيتكتب في الداتابيس بعد كده هو الرايت اوبريشن، يعني بعد التو اوبريشنز ما يتموا القيمه اللي اتكتبت هي اللي ايه هتبرسيست في الداتابيس. عندي نوع تاني من الكونفليكت، رايت رايت كونفليكت، تو ترانزاكشنز they operate on the same item هما الاثنين عايزين يكتبوا نفس الايتم، يا ترى مين فيهم القيمه اللي هتبقى موجوده على طول بعد كده؟ اقول لك كأن عندك سباق بين الاثنين ترانزاكشنز، اللي هيسبق هو اللي هيكتب الاول، اللي هيخسر السباق هو اللي هيجي بعد كده، الخسران هو اللي كتب تاني واحد هو ده اللي الداتا هتبرسيست بتاعته، الداتا بتاعت الكسبان حصل لها اوفر رايتنج باللي جه بعد كده في السباق. فعلى حسب الاوردر اوف ترانزاكشن والاوردر اوف ذا اوبريشنز الاوتكم النهائي هيكون. وعشان كده محتاجين ان احنا نبص على السكادجولز نفهم الكاركترستكس بتاعتهم الاوردر بتاعهم معناهم ايه. I will have some schedules هقول these are recoverable schedules. Recoverable schedules هنعرفهم ده معناه ان recovery is possible. Non-recoverable schedules معناها ان السكادجول دوت لو سمحت بيه كديتابيز انجن they will not be able to recover. And therefore, such non-recoverable schedules, they should not be permitted by the DBMS. مش المفروض ان يبقى عندي schedule وفي الschedule دوت هلاقي عندي committed transaction اقول له انا عايز اعملها rollback. لو انت قلت لي you are committed الـ D بتاعت الاسيد اللي هي atomicity, consistency, isolation and durability. Durability دي الدي ديت بتقول لي no committed transaction ever needs to be rolled back. قلت لي committed خلاص it's committed forever.
نون ريكفربل سكيدجول، وكانك عايز تعمل رول باك لحد كوميتد. ما ينفعش، اذا قلت لي كوميتد اتس كوميتد. ممكن يحصل حاجه اسمها كاسكيدنج رول باك، ممكن مسموح بيه في بعض ريكفربل سكيدجول يبقى كاسكيدد رول باك. ايه كاسكيدد رول باك؟ ان عندك تو ترانزاكشن شغاله، واحده شغاله واثناء ما هي شغاله دوست كانسل اند يو ويل تو رول باك ات، ونتيجه لكده يبقى عندي ترانزاكشن ثانيه هتقول لها بصي انت ما خلصتيش بس هتعملي رول باك غصب عندك. ذاتس كاسكيدنج رول باك. نبص عليه، ان كوميتد ترانزاكشنز مي نيد تو بي رول باك. بعض السكيدجولز هنقول they are cascadeless. cascadeless يعني ما بتسمحش بالكاسكيدنج رول باك. يبقى انت لو انا عندي ترانزاكشن ذات فيلز هي بس اللي ترول باك، هي بس اللي تتلغى، مفيش حد تاني كمان نخليه هو يرول باك، لان ممكن الترانزاكشن الثانيه اللي عايزها ترول باك هي كمان تتسبب في الترانزاكشن الثالثه ما عايزها ترول باك. تمام؟ فما هياش حاجه حلوه يعني في البرفورمانس. cascadeless schedules هنتفرج عليها لما نتكلم على ريكفري، they avoid cascading rollback. بعض السكيدجولز بسميها strict schedule. strict schedule schedule دوت عباره عن الاوردر بتاع operations، بقول it's strict معناها that transactions can neither read or write an item until the last transaction that wrote it has committed or aborted. يعني انت كترانزاكشن عايز تقرا اكس، الانجن الداتابيز انجن مش هيديها لك، مش هيديها لك الا لو كانت كوميتد او ابورتد، مش هيدي لك قيمه ترانزاكشن ثانيه قريتها او كتبت عليها، قريت وكتبت او كتبت بس، ولما كتبت الترانزاكشن الثانيه ما خلصتش ما قالتليش ابورت او كوميت. لا، ده الانجن ينتظر لغايه ما يعرف الترانزاكشن الثانيه دي خلصت بنجاح ولا بفشل عشان يعرف هو هيدي لك قيمه ايه، هو هيدي لك انهي قيمه، القيمه الجديده that got committed ولا القيمه القديمه. يبقى strict schedule transactions cannot read, they cannot write an item x until the last transaction that wrote it has committed or aborted. وبالتالي simple recovery process هتبقى موجوده، انت كل اللي عايز تشوفه you will restore the image, you will restore the value of x قبل بداية شغلك. ليه؟ لان انت عمرك ما بتغير في قيمة الا لو القيمة دي كانت committed. عمرك ما بتغير في قيمة x، عمرك ما قريت قيمة الا لو قيمة you never read a temporary value. You never read a temporary value. You only read values that has been committed. لو ترانزاكشن كتبت وبعد كده عملت ابورت هيرجع لك ذا اولد فاليو اللي هي كتبت عن طريق انذر كوميتد ترانزاكشن. برضو ممكن نعمل كاركترايزيشن للسكيدجولز عن طريق حاجه تسميها سيريالايزابيلتي. احنا بنعمل عمليه الكاركترايزيشن ديت عشان نقدر نفهم بعد كده ازاي نعمل ريكفري، ايه الخواص بتاع السكيدجولز، ايه خواص الاوبريشنز، which operations to allow and which operations to deny. serial schedules serial يعني واحده ورا الثانيه. they are always considered to be correct when concurrent transactions are executing. يعني ايه serial schedules؟ معناها we place simultaneous transactions in series. يجي لي اثنين عايزين يطلبوا مني حاجات اقول لهم بصوا واحد ورا الثاني، اقف طابور ترانزاكشن واحد تشتغل وبعد كده ترانزاكشن اثنين، كاني هحول الفلوس وبعد كده اعمل عمليه الايداع، او اعمل عمليه الايداع وبعد كده احول الفلوس. التايم اكسيز نازل من فوق لتحت. يبقى سواء سكيدجول اي او سكيدجول بي الاوبريشنز اللي عندي سيريال ترانزاكشن واحد وبعد كده ترانزاكشن اثنين. المثالين اللي تحت دول امثله فور نان سيريال سكيدجولز حصل انترليفنج دوت. سيريال سكيدجولز ار اولويز كونسيدرد كوركت. مشكله سيريال سكيدجولز زي ليميت ذا كونكرنسي، زي بروهيبت انترليفنج اوف اوبريشنز. كانه بيقول لي بص وقف الطلبات ورا بعض، كان الناس عايزه تشتري تذاكر قطر كل واحد داخل من البيت
والسيرفر بيرد على واحد 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 ورا التاني، بدل ما يخليهم كلهم يشتغلوا مع بعض. That's unacceptable in practice. هم they are considered correct، ما عندهمش اي مشاكل، مش هيديني incorrect values، ولكن in practice they are unacceptable. طب ايه الحل؟ الحل انا محتاج ادور على which schedules are equivalent to a serial schedule and I allow them. محتاج ان انا ادور، طب انا عندي هنا اتنين schedules that are not serial، هل في حد فيهم لو نفذته it's equivalent to one of the serial schedules؟ The solution to this problem of serial schedules, I need to determine which schedules are equivalent to serial schedule and I allow them. فبقول ان انا مش عايز serial schedules، بس انا عايز حاجة اسمها serializable schedules. Serializable are not serial, but they are equivalent to some serial schedule. بقول I have a serializable schedule of n transactions and the n transactions and I get a serializable schedule level that's equivalent to some serial schedule of the same n transactions. أنا عندي n transactions ممكن يترتبوا in serial factorial n ways، عدد الطرق اللي ارتبهم بيهم فاكتوريال ان، اي واحد من فاكتوريال ان دوت انا راضي بيه. اشوف النتيجه بتاعته، انا بدور على which schedule that's equivalent to one of them. ومن هنا هيجي لي ان انا محتاج اعرف يعني ايه equivalent. يعني لما تيجي تقول لي ان انا عندي السكيدول دوت equivalent لواحد من دول، يعني ايه كلمه equivalent؟ هل قصدك result equivalent؟ يعني هيديني نفس القيمة في الآخر؟ أقول لك result equivalent it produces the same final state of the database، هيديني نفس القيمة، but that might be accidental. Maybe accidental، ممكن يبقى بالصدفة. ممكن أنت عندك X هنا عايز تزود عليها 10 وواحد تاني عايز يزودها 10%، هيضرب X في 1.1. لو بالصدفة X كانت ب 100 هيديني نفس الفاليو. بس لو اكس كانت ب 200 هنا هيبقى 210، اس سكيدول ده هيطلع لي 210، السكيدول ده هيديني 220. فهو بالصدفه لو كانت اكس ب 100 هيديني نفس الفاليو، وانا مش عايز حاجه بالصدفه. فبالتالي ذا ايكويفالنس اوف ذا ريزلت ده مش كفايه عندي، حته ريزلت ايكويفالنس دوت مش كافي. أنا هدور على conflict equivalence. Conflict equivalence هو ده اللي هبص عليه. Conflict equivalence معناها that the relative order of any two conflicting operations is the same by both schedules. يعني أنت لو عندك two schedules هتبص على أي اتنين conflicting operations تلاقي نفس ترتيبهم في الاثنين سكادولز. عندي سكادول الاولاني وسكادول الثاني، تبص عندي الاثنين اوبريشنز دول ده ار كونفليكتنج، واتفقنا ان كونفليكتنج اوبريشنز عندي تو اوبريشنز بيلونجينج تو تو ترانزاكشنز اوبريتنج اون ذا سيم ايتم اند ات ليست وان اوف ذيم از رايت اوبريشن. تيجي تبص لي طب ترتيبهم ايه؟ تقول لي بص اهو لهم نفس الترتيب. فبالتالي serializable schedule هيبقى عندي schedule is serializable if it's equivalent to some serial schedule if it's conflict equivalent. مش بس equivalent، هو هيبقى equivalent to serial schedule but it's not result equivalent it's conflict equivalent. يعني اجي ابص على serialize على schedule كده اهوت، الاقي ان order of any two conflicting operations هو نفس الاوردر بتاعهم in some serial schedule. هناخد بص على مثال مع بعض. تعالوا نرجع للسكيدجولز اللي عندنا هنا اهوت. ايه الكونفليكتنج اوبريشنز عندي بين ترانزاكشن 1 وترانزاكشن 2؟ هتقول لي ترانزاكشن 1 وترانزاكشن 2 they access x مثلا. ف x عندي اوبريشن read item x و write item x، دول two conflicting operations. They belong to two transactions.
they operate on the same item اللي هو x هنا x وهنا x and at least one of them is a right اهي واحدة right. أنا read x و read x are not conflicting. Read x هنا و write x هنا these are conflicting. Write x ديت و read x دي conflicting. Write x دي و write x دي conflicting. Two operations belonging to two transactions accessing operating on the same item at least one of them is the right operation. Operations that y read y write y they are not conflicting مع anything. مفيش حد ان هو ايه accessing the same item من ناحية تانية. فانا عندي the read ديت مع write او write ديت مع the read والwrite مع write دول ثلاثة pair of conflicting operation. تيجي تبص على الثلاثة pairs دول في الschedule ده تلاقي ان read x ديت قبل write x. تبص هنا تلاقي read x دي قبل write x. جميل نفس الاوردر. تلاقي read x دي قبل write x. ممتاز نفس الاوردر. طب والwrite x فهو نفس الاوردر معنى كده ان هما conflict equivalent operations. conflict الschedule الاثنين schedules دول بالنسبه للاثنين operations دول conflict equivalent. طب ال write x وال read x ال write دي قبل ال read ديت هنا هوت ال write قبل ال read ممتاز زي بعض conflict equivalent بس هنا هوت ال write ديت جت بعد ال read دي جت بعد ال read مش قبليه وبالتالي ال write read conflicting operations دول schedule A و schedule C are not conflict equivalent. فلما اجي اقول serializable schedule معناها اي conflict equivalent operations اي اثنين conflict operations يكون لهم نفس relative order مين فيهم جاي قبل التاني. وبالتالي انا كانجن محتاج يكون عندي طريقه هل هعمل تيست فور سيريالايزابيليتي. تيست فور سيريالايزابيليتي اوف سكيدجول معنى كده ان انا هبص على كل الترانزاكشنز اللي عندي. يلا بينا هنعمل ايه؟ هنعمل كده اهوت ويل درو جرافس. كل ترانزاكشن عندي هرمز لها بدايره. انا في المثال اللي عندي عندي ترانزاكشن واحد وترانزاكشن اثنين فعملت لهم دايرتين ودول الاربع سكيدولز اللي موجوده عندي. وحاجي على كل conflicting operations هعمل سهم. هنا هو الرايت دي جابت قبل الريد خلاص هعمل سهم رايح من ترانزاكشن واحد لترانزاكشن اثنين وهكتب عليه اكس عشان الرايت ديت على اكس جت قبل الريد ديت على اكس. اللي هو السهم ده. الرايت دي جت قبل الرايت ده نفس السهم هعمل سهم تاني برضو من تي واحد رايح لتي اتنين مكتوب عليه اكس. الريد اللي فوق دي قبل الرايت دي يبقى سهم من تي واحد لتي اتنين على اكس. ويبقى هو ده السهم اللي رايح من تي واحد لتي اتنين على اكس. لو جيت بصيت على تي 2 الاقي الريد ديت جت قبل الرايت دي يبقى السهم من تي 2 لتي 1 والرايت دي جت قبل الريد دي يبقى من تي 2 لتي 1 والرايت دي جت قبل الرايت دي يبقى برضو من تي 2 لتي 1. وده اللي انا هشوفه قدامي هنا اهوت عندي سهم من تي 2 لتي 1 مكتوب عليه اكس. طب ترانزاكشن سي ترانزاكشن C الريد X قبل الرايت X يبقى عندي سهم من T1 لT2 على X بس الريد X دي والرايت X دي المفروض سهم من T2 لT1 على X وده اللي خلاني يبقى عندي سهم من T1 لT2 مكتوب عليه X من T2 لT1 مكتوب عليه X فأنا عندي سهمين موجودين واحد من T1 لT2 واحد من T2 لT1. جراف ده بسميه precedence graph.
تعالوا نبص على ترانزاكشن نمرة دي. هبص كده هوت الاقي الريد ديت قبل الرايت دي، فيبقى سهم من تي 1 لتي 2 على اكس. الرايت دي قبل الريد دي، فالسهم برضو من تي 1 لتي 2. الرايت دي قبل الرايت ديت، فبرضو سهم من تي 1. ادي البريزنس جراف بتاعي تي 1 قبل تي 2. اجي ابص اول حاجه سي دوت عندي سايكل، يعني تي 1 عايزه تبقى قبل تي 2 وتي 2 عايزه تبقى المفروض قبل تي 1، عندي سايكل هنا اهوت. وبالتالي سي دوت اتس نوت سيريالايزبل، اتس نوت كونفليكت ايكويفالنت تو سام سيريال سكادجول. سيريال سكادجولز ما بنلاقيش فيها السايكل سي على ايتم على سيم ايتم. تلاقي بص السهم رايح من تي 1 لتي 2، هنا تي 2 قبل تي 1، تي 1 اتنفذت قبل تي 2، هنا تي 2 اتنفذت قبل تي 1. سكادجول دي has interleaving of operations. It's serializable. It's conflict equivalent. لمين؟ هبص لأنه it has the same graph as schedule A. نفس الجراف دوت هو ده. هقول إن دي دوت it's serializable. It's equivalent. It's conflict equivalent to the serial schedule نمرة A. طيب هل انا مع الاوبريشنز اللي هي موجوده جاي لي ترانزاكشنز كتيره كده اهوت اوبريشنز، انا قاعد في سيرفر بترمي عليا اوبريشنز فروم ديفرنت ترانزاكشنز، الاف الترانزاكشنز بترمي عليا اوبريشنز اون ديفرنت اوبجكتس اون ديفرنت ايتمز، هل انا بقى هقدر ارسم الجرافز ديت واقعد اقارن الجراف ده فيه سايكل ولا ما فيهوش سايكل؟ الجراف دوت مشابه لانهي سيريال سكادجول من الفاكتوريال ان سيريال سكادجولز اللي موجوده عندي؟ عملية صعبة جدا. أنا عارف إن being serializable is different from being serial. Serializable it gives me the benefit of concurrent execution. أنا عندي concurrency without giving up any correctness. Being serializable it gives the benefit of concurrent execution without giving up any correctness. But it's hard to test for serializability. I will not be able to test for it. ما ينفعش real-time system وعايز أرد على الناس بسرعة وفي نفس الوقت أقول لك تعالى بقى نرسم graphs ونتست for cycles ونشوف الجرافز ديت شبه الجرافز ديت. طب شبه أنهي واحد في الفاكتوريال N؟ ده فاكتوريال N. ده أنا لو عندي 40، لو عندي 10 graphs فاكتوريال 10 بكام؟ It's difficult to test for serializability. أسباب كتيرة ما أقدرش أعرفها ahead حتى of time. يعني حتى لو ديتني برامج تمام ما أقدرش أعرف من خلال رؤيتي للترانزاكشن إن كانوا هيبقوا serializable ولا لا. وأنا عارف هيحصل لهم scheduling إزاي. I don't know what's the time of the transaction submission. I don't know how the processes will be prioritized. البروسيسور هيروح لأنهي transaction الأول. Process priority affects the ordering of operations. ما عرفش. I cannot test for serializability at runtime ولا حتى at compilation time ولا حتى قبل ما يحصل لهم submission ويكون مديني applications. تمام ما اقدرش اعرف applications ديت لو اشتغلت مع بعض serializable ولا لا. ما اقدرش. طب هعمل ايه؟ اقول لك بص I will not test for serializability. I will enforce serializability. The DBMS will enforce protocol. DBMS enforces protocols. Protocol يعني مراسم. مراسم يعني أقول لك في طريقة معينة لما تكون عايز تشتغل تشتغل بطريقة معينة غصب عنك. Enforce معناها غصب عنك. ما اشتغلتش بالطريقة دي مش هتعمل معاك. أهملك. أنا I will enforce the protocol and if we work together على البروتوكول دوت serializability will be ensured. Protocols are set of rules. احترمناها كلها كلنا we ensure serializability. وده اللي الدي بي ام اس هيعمله. اقول لك لما تيجي تتعامل معاك الدي بي ام اس تشتغل بطريقة معينة. لما نتكلم على concurrency هنشوف الطريقة ديت يبقى في بروتوكول
والبروتوكول دوت هيديني سيريالايزابيليتي مثبته. لو جينا اتكلمنا على سيكوال لانجويج سيكوال ايه الترانزاكشن سبورت فيها، بقول لك there is no explicit begin transaction statement. انت بتبدا تتكلم خلاص انت جوه الترانزاكشن، كل ترانزاكشن هيبقى ليها اند، ممكن كده تديني insert delete update insert delete select and so on، وفي اخر تكتب commit خلاص، يبقى كل السيشن بتاعتك ديت كل الاوبريشنز اللي انت قلتها حتى الان دي commit. لو جيت قلت لي السيشن انا هقفلها كانك قلت commit. عندي statement اسمها roll back، تمام، معناها كده ان ايه، ان كل الكلام اللي انا قلته لك حتى الان الغيه ولا كانه موجود. تيجي الترانزاكشن ممكن تقول في الاول خالص اكسس مود ليها از ات ريد اونلي ترانزاكشن، ولا تقرا وتكتب ريد رايت. في السبورت في سيكوال برضو في عندنا يو كان سبيسيفاي ايزوليشن ليفلز، ايزوليشن ليفلز بتحمي نفسك اجينست ديرتي ريدز، بتحمي نفسك against non-repeatable read dirty read، يعني انت بتقرا حاجه that's not committed. non-repeatable read يعني انت بتقرا الحاجه وعايز تقراها تاني تلاقيها قيمه تانيه. يا عم انا مفروض isolated من الناس، انا عايش كاني لوحدي ما فيش حد موجود معايا، ازاي الحاجه دي عفريت اللي غيرها؟ عايز تحمي نفسي against phantoms. phantoms ديت عباره عن شبح. انا المفروض من شويه قلت لك ايه select from table شوية data، رجعت لي data ديت. لو جيت سألتك تاني مفروض يبقى في non-repeatable reads ولاقي data موجودة، مش المفروض ألاقي حاجة زيادة. يعني مش بس ما يحصلش تغيير في data اللي موجودة، لا، ما يحصلش new rows to be added to the record set being read. ده هو مين اللي زود الحاجة دي؟ ده المفروض ما فيش غيري، أنا عايش وكأني isolated من الدنيا. ده مثال قدامنا الفانتومز. عندي ترانزاكشن واحد تعمل ايه، بتقرا select everything from user where age between 10 and 30، عايز يقرا كل اليوزرز بين 10 و 30 سنه، هيقراها مرتين ويجي له حد في النص كده insert into user واحد عنده 27 سنه، ده ريكورد زياده، that's a phantom. which level of isolation انت عايز تقوله لي؟ تمام، انت في سيكوال بيدي لك مجموعه من isolation levels، واحد اسمه read uncommitted. انت ممكن راضي بكده، انت ممكن الابلكيشن بتاعك مش فارق معاك، it's okay to read uncommitted data. I can read dirty reads, I can have non-repeatable reads, I can have phantoms، انا راضي بكده. انت كده تقول set isolation level 2 read uncommitted، انت اللي راضي. او تقول I want to set isolation level to read committed، خلاص انا مش عايز اقرا غير committed data، I don't want to read dirty read to have dirty reads. read committed، طب هل ده معناه هيحصل non-repeatable read؟ لا، انا ممكن اشتغلت وقريت حاجة وبعد شوية في transaction تانية دخلت قريت وغيرت وcommitted، واجي انا بعد كده اقرا الحاجه اللي قريتها من شويه الاقيها اتغيرت، ما اتغيرت وحد عمل كوميت. فبالتالي ريد كوميتد ده معناه نون ريبيتبل ريد ممكن تحصل، فانتومز ممكن يحصلوا، الاقي شبح كده الاقي رو زياده اتزودت، ترانزاكشن ثانيه دخلت عملت انسرت وعملت كوميت. if you want repeatable reads تقول set isolation level to repeatable read، مش هيجي لك dirty reads، مش هيجي لك non-repeatable reads. ممكن يحصل phantoms، يحصل phantoms. انت repeatable read حاجات اللي قريتها هيجي لك هي هي، هيجي لك حاجة زيادة بس حاجات اللي قريتها مش هتتغير. زيادة اما تعديل او نقص لا. serializable ده معناه لا، ده انا مش عايز dirty reads، مش عايز non-repeatable reads، مش عايز phantoms، لا كأني شغال serial، كأني شغال serial. بقول I have a snapshot isolation ده يديني serializability. تلاقي اسمها كده snapshot isolation، it's used in some commercial databases. transaction sees the data items وكأنه كده في بداية الشغل أخد snapshot، أخد صورة كده من الداتابيز، أخد صورة يا ترى إيه الحاجات الكوميتد
at the beginning of the transaction وانا شغال على السناب شوت ده. Transaction sees data items that it reads based on the committed values of the items in the database snapshot when the transaction starts. لما الترانزاكشن كانت ايه هي الفاليوز اللي موجوده الكوميتد فاليوز هي دي اللي انا شغال بيها جوه الترانزاكشن لغايه ما اخلص الترانزاكشن بتاعتي. It ensures phantom records problem will not occur. بيديني عمليه سيريالايزابيليتي. يبقى احنا اتكلمنا على ايه النهارده؟ اتكلمنا على سنجل اند مالتي يوزر داتابيس ترانزاكشنز، شفنا ان uncontrolled execution of concurrent transactions هيديني problems، اتكلمنا على السيستم لوج وقلنا احنا هنحتاجه في الفيلير وريكفري، وقلنا التايبس اوف فيليرز اللي ممكن انها تتم وان انا محتاج ريكفري فروم فيليرز، شفنا ان ايه committed transactions، شفنا different types of schedules that define the execution sequence، شفنا يعني ايه سكيدول ريكفربيليتي، هل هو ريكفربل ولا لا؟ شفنا يعني ايه سكيدول ايكويفالنس، شفنا يعني ايه سيريالايزابيليتي اوف سكيدولز، شفنا الترانزاكشن سبورت في سيكوال. النهارده احنا اتكلمنا على سم انتروداكشن تو ترانزاكشن بروسيسنج كونسبتس، نفهم يعني ايه ترانزاكشن بروسيسنج. المفروض المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم ازاي نقدر ندي كونكرنسي كنترول تو ديفرنت ترانزاكشنز، والمحاضره اللي بعديها Recovery techniques, how to recover from failures. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.